زي يا ربي اعاكم ان شاء الله. من يهدي الله ان شاء الله هي باذن الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، ارسله رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا. وصل اللهم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ضيوفنا الكرام من سلطات مدنيه عليا في البلاد، من اطارات ساميه ودكاتره حكماء، من قاده للامن وابطال عسكريين، من مشايخ وائمه، من اساتذه كرام وجليل، واسره مجاهده ثوريه حامله لمشعل السلف، من رواد مسجدنا وعمار بيت الله من محبين للقران واهله، من شباب من اهل الرياضه واهل الخير في البلاد. اهلا وسهلا بكم، حللتم اهلا، نزلتم سهلا، طبتم وطابت مشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا. فوالله ما عسانا إلا أن نقول رحب الفضاء مع الأعداء ضيقات، وسر الخياط مع الأحباب ميدان. فأهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم في مسجد موفق عمر بن مصطفى وحي المورة، أهلا وسهلا بكم. أول ما نفتتح به هذه الجلسة ونشدد به أسماعنا آيات البينات نتلوها على مسامعنا أحد الطلبة من مسجد المورة، فليتفضل. شكرا.